لقيت حادثة تفجير الحوثيين لدار القرآن الكريم في ثولة عمران ومنازل المواطنين في منطقة حاز بهمدان استنكاراً اجتماعياً وحقوقياً واسعاً، وعبر نشطاء حقوقيون وصحفيون عن صمت الدولة تجاه جرائم الحوثي التي كان آخرها ارتكاب جرائم بهمدان وثولة يومي السبت والأحد. من جانبه قالت قبيلة همدان إن العدوان الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيات الحوثي على القبيلة أسفر عنه قتل الأبرياء وترويع الآمنين وتفجيرا للبيوت والمنشآت والمؤسسات الحكومية واحتلال للقرى واختطاف عدد من أبناء القبيلة وقطع للطرقات بصورة همجية. وأكدت القبيلة أن ما جرى ويجري من مواجهات إنما جاء نتيجة مخطط عسكري تم إعداده مسبقا من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة، وأن الحرب على القبيلة إنما يهدف إلى إسقاط النظام الجمهوري والعودة باليمن إلى الحكم الملكي الظلامي من خلال إخضاع قبيلة همدان، ثم الالتفات مباشرة للسيطرة على الجبال الغربية المطلة على العاصمة صنعاء تمهيدا لحصارها وإسقاطها. نجحت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء المواجهات في الضالع في وقف إطلاق النار الدائر منذ أشهر بين القوات الحكومية وعناصر مسلحة من الحراك الجنوبي المسلح. وأكد رئيس اللجنة اللواء علي ناصر خلال اجتماع موسع للجنتين الرئاسية والأمنية بالضالع أن مرحلة وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بالتزام كافة الأطراف به، مشيرا إلى تواصل اللقاءات والمشاورات لنزع فتيل الاحتقان وعودة الأمور إلى ما كانت عليه. وتم في اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة الضالع نتيجة الاشتباكات المسلحة التي خلفت عددا من القتلى والجرحى من الجيش والسكان وتسببت في شلل بالمراكز الخدمية التنموية بالمحافظة. كشفت مصادر محلية بمحافظة عمران عن قيام جماعة الحوثي بالسيطرة على عدد من القرى المطلة على اللواء 310 تمهيدا لقصفه من التباب المجاورة. وقالت المصادر اليمن شباب إن جماعة الحوثي المسلحة تستخدم الأسلحة الثقيلة للسيطرة على القرى وسط صمت الدولة واللجنة الرئاسية. من جانبه جدد فريق هود للدفاع عن الحقوق والحريات دعوته للدولة لممارسة سلطاتها وواجباتها كاملة والبدء بنزع سلاح الميليشيات ورفع كل تجمعات مسلحة لا تخضع للدولة. أعلنت السلطات اليمنية مساء الأحد أن 42 مهاجرا إفريقيا ماتوا غرقا إثر جنوح قاربهم قبالة السواحل الجنوبية لليمن، فيما تمكنت قوات بحرية من إنقاذ 30 آخرين كانوا على متن القارب. وقالت مصادر رسمية إن المهاجرين غير الشرعيين غرقوا قبالة سواحل منطقة بئر علي بمحافظة شبوة. نظمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة البيضاء الملتقى القرآني الأول للحلقات النسائية لتعليم القرآن، وذلك بمدينة البيضاء والمديريات المجاورة لها، بمشاركة أكثر من 400 طالبة و50 حافظة للقرآن الكريم. وخلال الملتقى شارك الحاضرات بطبق خيري يعود ريعه لصالح حلقات تعليم القرآن بالجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. نجحت وساطة قادها مسؤول محلي في إقناع الحراك الجنوبي بإطلاق سراح 3 جنود كانوا محتجزين لدى نقطة تابعة للحراك في محافظة شبوة مساء أمس الأحد. وقال مدير شرطة شبوة العقيد عوض ذبيان إن مفاوضات مع الحراك كللت بالنجاح والإفراج عن الجنود 3 المحتجزين في مدينة عزان منذ أيام. كشفت وزارة الزراعة والري أن إجمالي عدد عبوات المبيدات المدفونة التي تم استخراجها من أرضية مديرية شعوب أمانة العاصمة بلغ 3888 عبوة تحوي 13 مادة فعالة للمبيدات و13 اسما تجاريا، منها 7 أنواع ممنوعة و2 منها ممنوعة ومقيد بشدة في تصنيفها.
وأظهر التقرير الأولي المقدم لرئاسة الوزراء أن إجمالي عدد البراميل التي وضعت فيها المبيدات بعبواتها الأصلية 47 برميلاً سعة 180 لتر بلاستيكي، وأوضح أن إجمالي وزن البراميل المحفوظ فيها المبيدات يبلغ 2188 كيلوغرام. أظهرت بيانات حكومية أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت بنحو 87 مليون دولار نهاية يناير الماضي، وعزى تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض الإنتاج أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في يناير الماضي لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة الطلب المتزايد على الوقود. قال أمين العاصمة إن 80% من نسبة المياه بالعاصمة تذهب إلى مزارع القات، داعياً الحكومة إلى وضع استراتيجيات عاجلة وإعداد خطط للمستقبل لتلافي أزمة المياه بالعاصمة صنعاء. وقال في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالتدخلات العاجلة لمواجهة أزمة المياه في العاصمة إن 80% من الاستثمارات في قطاع المياه يقوم بها القطاع الخاص، ويشارك في الورشة التي ينظمها مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بالتعاون مع مكتب البنك الدولي بصنعاء قرابة 80 كادراً من خبراء ومختصين بقضايا المياه في اليمن. أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الفضلي أهمية التدريب والتطوير للكادر التربوي وقياداته ورفع الكفاءة والقدرات مما يواكب التطور والتقدم في العملية التعليمية. وأضاف الفضلي خلال دورة تدريبية للقيادات التربوية بمديرية معين أن التدريب يقود الموظف للإبداع والارتقاء بمستواه الفني، وأن الدورات التدريبية التأهيلية التي يلتحق بها المعلم أثناء الخدمة تجعله متمكناً للكفاءة التدريسية. يواصل العشرات من خريجي المعهد العالي للقضاء أمام مجلس القضاء الأعلى وقفاتهم الاحتجاجية تنديداً بتوزيعهم على النيابات. وقال المحتجون أن توزيع خريجي المعهد على النيابات يعد مخالفة صريحة لكافة النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لإجراءات وشروط التعيين في السلطة القضائية، وأكدوا على ضرورة سحب مجلس القضاء قراره الذي نص فيه أن النيابة العامة بوابة القضاء. دشنت مؤسسة فكرة الحقوقية والإعلامية للمرأة حملة حق إنسان في وحي ريشة. وقالت نبيلة سعيد رئيسة المؤسسة إن هدف الحملة هو الدفاع عن حقوق المرأة والطفل وتوعية المرأة بحقوقها. وتم على هامش الحملة افتتاح معرض رسومات فنية كاريكاتورية عبرت عن احتياجات المرأة والطفل، وذلك تزامناً مع ذكرى يوم المرأة العالمي. دانت نقابة الصحفيين اليمنيين حملات التشويه والتشهير ضد الزميل عبد الله غراب مراسل قناة البي بي سي، وأعربت النقابة عن قلقها الشديد من التحريض وشن الاتهامات الخطيرة التي تستهدف حياته على خلفية ممارسته للعمل الصحفي. ودعت النقابة السلطات إلى توفير الحماية له، محملة كل تلك الأطراف التي تحرض ضده المسؤولية كاملة عن أي أذى يلحق به جراء التحريض المستمر ضده. طالب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وزير النفط الجديد خالد محفوظ بالعمل الجاد من أجل تجفيف منابع الفساد أينما وجدت، والعمل بشفافية واضحة بالاستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة وبدون وساطات أو أعمال مشبوهة. جاء ذلك بعد أداء وزير النفط اليمين الدستوري أمام الرئيس بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد في حكومة الوفاق خلف للوزير السابق أحمد دارس. أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانبه،
ودعا المجلس في ختام أعمال الدورة العادية 141 الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن من مواجهة التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات الخاصة بالاستفتاء على الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات. قتل 4 أشخاص وجرح آخرين في اشتباكات مسلحة بين قبيلتين بمحافظة شبوة. وقالت مصادر محلية ليمن شباب إن الاشتباكات اندلعت عقب مقتل 2 من قبيلة الدولة في منطقة نصاب، الأمر الذي تطور إلى اشتباكات وارتفاع عدد القتلى إلى 4 وجرح آخرين من الطرفين. وأرجحت المصادر الاشتباكات إثر قضية ثأر بين الطرفين أسفرت عن مقتل وجرح العشرات. أصيب ما لا يقل عن 6 جنود وأعطب طقم عسكري في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مديرية أحور بمحافظة أبين. وقالت مصادر محلية اليمن شباب إن كمينا مسلحا لعناصر يعتقد أنه من القاعدة استهدف الطقم وهو في طريقه إلى مدينة عدن. تشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أزمة ديزل خانقة، وتتكدس عدد من الشاحنات والسيارات أمام المحطات بشكل غير مسبوق. وتدخل أزمة الديزل أسبوعها الثاني وسط مخاوف من استمرار الأزمة لفترة طويلة ونشوء سوق سوداء، فيما لم يصدر عن الحكومة أي إجراءات لحل الأزمة. أقرت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة في قضية المبيدات المدفونة بحي الجراف بدفنها ونشر أسماء مالكيها في الصحف الرسمية لمدة 3 أيام، كما أقرت الإفراج عن السفن المحجوزة في محافظة عدن على خلفية القضية. وكلفت المحكمة وزارة الزراعة بإيقاف منح المتهمين أي تراخيص للاستيراد مستقبلاً وإيقاف التراخيص الحالية. استمع مجلس النواب اليوم لمشروع قانون الإعلام بعد التعديلات عليه تمهيداً لإقراره، ويهدف المشروع إلى حماية الحريات الإعلامية ودعم حرية الرأي والتعبير وتعزيز الممارسة الإعلامية المسؤولة، وكذا تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع وفقاً للممارسات المهنية المتعارف عليها. ضبطت جمارك الحديدة كمية من المخدرات مخبأة برأس قاطرة قادمة من دولة عربية. وقال عبد الله حبيب مدير عام جمرك ميناء الحديدة أن الكمية كانت مدسوسة في رأس قاطرة قادمة من دولة لم يسمها، مضيفا أنه تم تحريز الكمية والقاطرة وسائقها قبل بدء إجراءات الإحالة إلى أجهزة العدالة. كرمت السلطة المحلية بمحافظة تعز 500 ضابط وصف وجندي من المبرزين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وأكد محافظ تعز شوقي هايل خلال التكريم أنه لا تنمية ولا اقتصاد ولا تحسن في معيشة المواطنين بدون أمن واستقرار. وأعلن المحافظ عن تدشين مشروع بناء 10 أقسام شرطة نموذجية في المرحلة الأولى، كما قام بتسليم 24 طقما عسكريا للأجهزة الأمنية، وذلك في إطار العمل على تعزيز الأمن والاستقرار. دشنت مؤسسة نهضة شباب الحديدة بدعم من الوكالة الألمانية وبالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية برنامج المبادرة الإقليمية للادخار الشبابي. وفي حفل افتتاح البرنامج الذي أقيم في كلية الأداب ألقيت محاضرات حول محو الأمية المالية للشباب، كما تم عرض العديد من التجارب الناجحة لشباب من مختلف المحافظات. أكدت ندوة حول حقوق المرأة الطموح الواقعة ومخرجات الحوار الوطني نظمتها شبكة أكون الإنسانية ومركز أسوان للدراسات أن الفجوة بين آخر ما توصلت به مخرجات الحوار وبين المشاكل التي عانت ولا زالت تعاني منها المرأة اليمنية لا تزال قائمة إذا لم توجد إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية،
كما أكدنا المشاركات أن قضايا المرأة الحقوقية وما يتعلق بالتمكين السياسي والاجتماعي للمرأة باليمن ما يزال ضعيفاً، داعين كافة المنظمات الحكومية والأهلية لمناصرة قضايا المرأة.